قال نادر خضر رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الجيل إن من أهم أسباب الغلاء هو زيادة تكلفة أسعار المدخلات الخاصة بالإنتاج. وشدد خضر على ضرورة دراسة السياسات النقدية والمالية واتخاذ إجراءات لإحداث توافق بجانب دراسة السياسات المطروحة بما يساهم في تقليل أسعار المواد الخام وبالتالي انخفاض أسعار المنتجات. رؤيتنا بمنتهى البساطة، احنا شايفين أسباب الغلاء الحالية زي ما كل الناس شايفاها، ان ده غلاء مدفوع بالتكلفة، فبالتالي أي زيادة في أسعار التمويل أو أي زيادة في أسعار مكونات المدخلات هي دي اللي بتأثر علينا وبتزود التكلفة. فبالتالي احنا كنا محتاجين ان احنا ندرس السياسات النقدية بتاعتنا مرة تانية وندرس السياسات المالية بحيث ان يبقى في تناسق ما بينهم اكتر من كده، والسياسة النقدية بتاعتنا ما تبقاش عبء على التكلفة، لان اغلب المدخلات عندنا بيتم استيرادها، فبالتالي متأثرة باسعار الدولار، متأثرة باسعار الفايدة على التمويل، لان كلها بتتم من خلال البنوك وبيبقى فيها نسب تمويل او نسب فايدة او نسب مصروفات بتدفع عليها.